السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سوف نستعرض خاصية من الخواص المهمة التي قد توفر عملية الـ UV Mapping. سوف نبدأ بإنشاء كيوب. هذا الكيوب سوف يكون له texture, image texture and new to be this color grid. بعد ذلك هنبدأ بإنشاء material في الـ Shader Editor. هذه الماتيريال ميشن, بعد ذلك اضافة الايمج تيكتشر, بعد ذلك الكالر, بعد ذلك نقوم باستخدام النود رانجلر كنترول تي عشان نضيف المابنج والتيكتشر كوردينيت في لي اوت منفصلة. هنبدأ بإضافة التايتل, بعد ذلك نقوم بعمل تيست. أولا لو بدأنا بإظهار كلام سليم, ده كده حاليا التكتشر الحالي. ليه التكتشر ظهر مباشرة؟ لأن واحنا بنضيف الكيوب وقلنا ان هذا الكيوب فيه generated UV. اذا مش هنستعرض اهم الخاص الموجودة في الفترة الحالية, فهنضيف كيوب وهنلغي تفعيل generated UV بحيث نشوف ميزة استخدام البوكس layout. اولا نغير ال UV to be generated, بعد ذلك هيكون في stretching بهذا الشكل. هيتم الحل هذه المشكلة عن طريق اختيار البوكس بهذا الشكل, وبذلك يتم عمل او اضافة التكتشر بحيث تكون تظهر في جميع الجوانب, في الجوانب الرئيسية والسطح العلوي والسفلي.